سوق الذهب في الجزائر ما تزال تطرح عديد التساؤلات وإجماع المتعاملين على تدهور أوضاع حرفة صياغة الذهب المحلية، مما يتطلب حلول ميدانية تنقذ ورشتها المتبقية من الزوال. احنا تقريبا واحد نقول واحد بلاك 10,000 ورشة ولا أكثر اللي راها غالقة لعدم وجود المادة الأولية. الدولة على كل حال تمد الاعتمادات باش الناس يجيبوا من الخارج، حنا نطلبوا باش هذا الاعتماد ما يكونش يعني مخصص لفئة من الناس. عدد المناصب اللي راح يوفرها هذا القطاع إذا تطور، خاصة إذا تم، ونقول هنا معناتها مباشرة، إذا تم الاهتمام أكثر بإعادة إحياء الورشات القديمة تاع الذهب. حنا اليوم نطالبوا الدولة سيتادير دانتردير مومونتانيمون لامبورتاسيون دو برودوي فيني. نجيبوا لا ماتيير بريمير، لا ماتيير بريمير اون كرياسيون دومبلوا. قلة المواد الأولية أمام الصعوبات التي يجدها مستوردو الذهب جعل السوق تخضع لممارسات احتكارية ومضاربات غير سوية بين التجار، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار. المادة 49 التي أسست جاحفة في حقنا و يعني ولم تنصر المنتوج المحلي، يعني من نظرتنا انها جات جاحفه ضدنا ولم تنصر المنتوج المحلي. انا هي كتجيبي لي مثلا برودوي لوكال وبرودوي امبورتاسيون نفس السعر ولا اقل، لامبورتاسيون اقل شوي، كيضرها لامبورتاسيون. لازم يكون الفرق شاسع في السعر، لي زامبو والضرائب والطابع تخلي تكلفة المنتوج المحلي عالية جدا. هذا المهنة بصفة عامة جات المادة 43 غيرت علاش؟ غيرت في بالقصد تاع المشرع هو انه ينظم الناحية الجبائية، لأنه علاش الإدارة الجبائية والخزينة العمومية هي شريك مع المكلف بالجباية، يسمى الناس اللي يقوموا بممارسة هذه المهنة راهم لازم عندهم قسط من الضرائب والرسوم اللي تدخل الخزينة العمومية. من حق الخزينة والسلطة العمومية أنها تراقب المهنة هذه، تراقب المهنة. جات تغييرات في المواد هذه تتكلم على حالات اللي ما يكونش فيها الطابع، المواد اللي ما فيهاش طابع، المصوغات اللي ما فيهاش طابع، كيفاش يتم المراقبة تاعها. تخفيف القوانين المتعلقة بتجارة الذهب مطلب ملح في وقت تلعب فيه الحكومة على كل الأوراق لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.